يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد الوعاظ عندما قام يعظ الناس وعندما يروي حديثا قدسيا يقول: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم على لسان ربه عز وجل، هل عبارته صحيحة؟ لا، الصحيحة أن يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه، فيما يرويه عن ربه، هذه عبارة أهل العلم. أما على لسان ربه لا، لم يرد في كلام أهل العلم. نعم.